للحديث عن الانتهاكات الجارية في ناحية اللطيفية بحزام بغداد والتغيير الديموغرافي الجاري هناك، معنا من عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور أيمن. بداية، باعتقادكم ما هو مبرر هذا التضييق على سكان ناحية اللطيفية بالذات وعلى حزام بغداد بشكل عام؟ تفضل دكتور. تحية لك أخي الكريم وللمشاهدين جميعا. حقيقة هذا ملف المناطق حزام بغداد والتضييق المستمر والمتعمد والممنهج على هذه المناطق في سبيل إخراج أهلها ودفعهم إلى الترحيل القسري، هذا هو يأتي ضمن مخطط التغيير الديموغرافي الجاري في العراق منذ 2003 وحتى اليوم. لدينا الكثير من التقارير والشهادات والإفادات والمقاطع الموثقة التي توثق عمليات تغيير ديموغرافي بحتة، وراءها طبعا الانتقام، وراءها النزعة الطائفية، وراءها، لكن هو بالنتيجة مخطط من قبل الداعمين للحكومات الاحتلال المتعاقبة ولا سيما الجانب الإيراني في سبيل إفراغ هذه المناطق وتغيير التركيبة السكانية فيها، وهذا ما هو جار حقيقة منذ 2003 وحتى اليوم. وما نشهده هذه الأيام في منطقة اللطيفية هو حلقة من حلقات سلسلة متواصلة من هذه الإجراءات التعسفية غير القانونية حقيقة، لأنها تهدف إلى إفراغ المناطق من سكانها الأصليين. نعم. دكتور، مع افتراض أن هذه المناطق منهارة أمنيا، يعني هل يجوز قانونيا تطبيق هذه السياسة من العقاب الجماعي ضد السكان باعتقادكم؟ أخي الكريم، الملف الأمني هو يعني بالبداية لو كانت الحكومات يعني تتخذ دورها الطبيعي، الملف الأمني من مهام الحكومات وليس من مهام الأهالي أو السكان أو القرويين أو الفلاحين. هؤلاء هم يفترض أن يكونوا مواطنين لديهم حقوق وعليهم واجبات. الحكومة يعني أمعنت في سحب أي، يعني حتى لو بيد الحكومة حتى السكاكين تأخذها منهم، لأنها يعني لا تريد أن يكون السلاح بيد هؤلاء. وبالنتيجة هي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الملف الأمني، ولا يمكن التذرع بالملف الأمني أو الاختراقات الأمنية كذريعة في هذه الحالة، لأنها محاولات مفضوحة. الغرض منها كما ذكرت هو إحداث وتنفيذ مراحل مخطط التغيير الديموغرافي الجاري تنفيذه في العراق منذ 2003. هذه الحملات الأمنية والتضييقات باعتقادكم دكتور، ما انعكاساتها على الوضع الاجتماعي في البلاد؟ باعتقادكم هل يكون إعادة الاستقرار بالتصرف على هذا النحو؟ هذا أخي الكريم، هذا الكلام حقيقة يجرنا إلى موضوع أشمل، وهو استهداف البنية التحتية في العراق ولا سيما القطاع الصناعي والزراعي. وفي تقريركم ذكر المتحدث أن الفلاحين اليوم في دائرة الاستهداف، التضييقات على قدم وساق وبشتى السبل في سبيل حقيقة إنهاء دورهم في يعني دعم السوق المحلية بهذه بالمحاصيل الزراعية وما شاكل. وهذا طبعا كله يأتي ضمن هذا المخطط، وبالنتيجة هنالك يعني اليوم كل ما يجري في العراق وفي سبيل تحقيق مخططات خارجية ولا سيما مخططات الجانب الإيراني داخل العراق. وهذا هو يعني صبغة من
أو شكل من أشكال المخطط الذي يجري تنفيذه، وإلا يعني اليوم ما هو المبرر أن يكون الفلاح في ضمن دائرة الاستهداف لو كانت الحكومات وطنية نعم. وحكومات مسؤولة وحكومات تحاول الانتشال الوضع الأوضاع الاقتصادية للمواطن؟ فاليوم هذا بلا شك يستهدف الاستقرار، يستهدف الإبقاء على حالة الفوضى الأمنية التي يعيشها العراقيون منذ نعم. 2003 وحتى اليوم، وهذا هو الجاري مع الأسف نعم. الشديد. سكان اللطيفية تحدثوا أيضا عن غياب خدمات الكهرباء في مناطقهم بالمقارنة مع دول أخرى يعني تعاني من الإرهاب. نرى أن الحكومات دعمت سكان المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، يعني غياب هذا الدعم إلى أي مدى يكرس وجود أجندات خارجية ضد سكان حزام بغداد على وجه الخصوص وبالتحديد؟ غياب الدعم عن هذه المناطق يفضح حقيقة الهدف الرئيس من استهدافها. نعم. استهداف هذه المناطق أخي الكريم جاء لإذلال السكان الذين يقطنونها، و يعني فرض حالة الحصار عليهم والتضييق وقطع الخدمات الرئيسية ولا سيما الكهرباء، وجعل الأمور صعبة جدا في متناول أيديهم. هذا كله لدفع الناس على الترحيل القسري، فضلا عن الاعتقالات التعسفية والتهديد وفرض الحصار هنا وهناك والجدران الترابية نعم. وشتى السبل وشتى الأساليب التي انتهجتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها في سبيل هذا الأمر، ولا سيما في مناطق حزام بغداد، لأنها مناطق طبعا مهمة جدا يعني جغرافيا واستراتيجيا، لأنها محيطة بالعاصمة العراقية، وهي يعني يشهد الجميع أن هؤلاء السكان يعيشون منذ مئات السنين في هذه المناطق، لهم حجج تثبت عائدية الأراضي إليهم. لكن مع الأسف الشديد هذا كله لا تأبه له الحكومة ولا تكترث له، بل بالعكس تحاول النيل منهم وإخضاعهم، تحاول إخضاعهم للمخططات التي تريد أن تنفذها. لكن نحن نقول أنه لا يصح إلا الصحيح، وهذه الحكومات إلى زوال، لأنها أصلاً تفتقر إلى الشرعية في هذا الموضوع، لأنها حكومات احتلال يجري تنصيبها، وهذا معلوم لدى الجميع. في سؤالي الأخير إليك الآن دكتور أيمن، يعني في معرض إجابتك الأخيرة جئت على ذكر الوثائق والمستمسكات الثبوتية التي تثبت ملكية هؤلاء الأهالي لأراضيهم، يعني هل يمكن أن يلجأوا إلى تدويل قضيتهم مثلا مع غياب العدالة الاجتماعية في العراق كما تعلم؟ أخي الكريم، الحكومات حكومات الاحتلال هي فاقدة للأهلية للتصرف أو لاتخاذ هكذا إجراءات حقيقة، في يعني بداية هي حكومات فاقدة للأهلية ولا تمتلك الحق في مصادرة أراضي ووهب يعني تهب ما لا تملك إلى من لا يستحق، وهذه هاي بداية. لكن أيضا مسألة تدويل القضية هو أمر يلجأ يفترض أن يلجأ إليه الأهالي في هذا الأمر، لأنه معلوم أن القضاء العراقي يعني تشوبه عيوب كبرى ولا يمكن التعويل عليه، نعم. بل هو أداة في بيد الحكومات، وهذا عليه الكثير من الأدلة. لذلك يفترض حقيقة في هذا الأمر تدويل هذه القضية، لأنها ستكون يعني الشيء الذي يحرج المجتمع الدولي في إثبات هذا، في إثبات هذه الحقيقة واستعادة الحقوق إلى أهلها.
دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.